بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله في قناة مولانا طنجي. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتكلم عن كيفية إنشاء حساب الأدسنس الخاص بالقناة. كل ما عليك هو أن تشاهد هذا الفيديو إلى آخره، ثم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم إن شاء الله كل جديد. والآن تابعوا معنا الشرح إلى آخره. لكيفية إنشاء حساب الأدسنس سوف نختار ثلاث خطوات. الخطوة الأولى وهي عبارة عن كيفية إنشاء حساب البريد الإلكتروني الخاص بالأدسنس، والخطوة الثانية وهي إنشاء حساب أدموب، أما الخطوة الثالثة والأخيرة وهي إنشاء حساب الأدسنس. بالنسبة للخطوة الأولى وهي كيفية إنشاء حساب البريد الإلكتروني، فقد تكلمت عنه في عدة مواضع. هذا إن كان خفي عليك كيفية إنشاء حساب البريد الإلكتروني، فقط بالذهاب إلى هذا الفيديو في صندوق الوصف أو الضغط على شاشة الفيديو في مجموعة من خطوات كيفية إنشاء حساب البريد الإلكتروني بشكل سريع جدا وبدون أي مشاكل. والآن سوف ننتقل إلى كيفية إنشاء حساب الأدسنس. لهذا سوف نحتاج إلى البريد الإلكتروني الثاني خاص بالأدسنس. هناك عدة أشخاص قاموا بإنشاء حساب الأدسنس ولكن عبر بريد إلكتروني الخاص بقناتهم، وهذا أكبر خطأ الذي يرتكبه عديد من الأشخاص، لأنهم يقومون بإنشاء حساب الأدسنس ثم يقومون بربطه عبر البريد الإلكتروني الخاص بقناته. فهذا أكبر خطأ يرتكبه عديد من الناس، لأنكم إذا قمتم بإنشاء حساب الأدسنس عبر البريد الإلكتروني الخاص بقناتكم سوف تواجهون عدة مشاكل في المستقبل. لهذا أنصحكم بعمل بريد إلكتروني الخاص بالأدسنس، يعني سوف نحتاج إلى البريد الإلكتروني الثاني الخاص بالأدسنس. الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي إنشاء حساب الأدموب. الآن سوف ننتقل إلى جوجل كروم، نقوم بالضغط عليه ثم تظهر من هذه الصفحة. فإذا كان هذا الموقع مرتبط ببريد إلكتروني الخاص بقناتكم أو بموقع آخر، فأنصحكم بعمل خروج من البريد الإلكتروني الخاص بهذا الموقع. مثلا سوف أقوم بالذهاب إلى هذه الأيقونة، ثم يظهر معكم البريد الإلكتروني الخاص بقناتكم مرتبط بهذه الصفحة، وأنصحكم بعمل خروج البريد الإلكتروني من هذه الصفحة. لماذا؟ لأنكم إذا قمتم بإنشاء حساب الأدسنس عبر هذه الصفحة وهي مرتبطة بالبريد الإلكتروني الخاص بقناتكم أو بأي موقع، سوف تواجهون عدة مشاكل لإنشاء حساب الأدسنس. لهذا أنصحكم بعمل خروج البريد الإلكتروني من هذه الصفحة. أو هناك طريقة أخرى، نقوم بخروج من هذا الموقع، أو بإمكانكم تحميل تطبيق برافي أو تطبيق فريفوكس أو تطبيق بوبيرا حتى تتمكنوا من إنشاء حساب الأدسنس في موقع آخر أو في تطبيق آخر. هناك طريقة ثالثة وهي من أحسن الطرق، وهو عبر الصفحة المتخفية في جوجل كروم. فهذه أحسن طريقة لإنشاء حساب الأدسنس بشكل سهل جدا، ولن تواجه أي مشكلة في كيفية إنشاء حساب الأدسنس. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى الطريقة الثالثة وأنا أنصح بها، وهي إنشاء حساب الأدسنس عبر الصفحة المتخفية. نقوم بالذهاب إلى جوجل كروم، ثم نقوم بالذهاب إلى ثلاثة نقاط في أعلى الشاشة، نقوم بالضغط عليها. بعدين سوف نقوم بعمل متصفح متخفي فقط بالضغط على هذا الخيار، ثم يظهر معنا متصفح متخفي. الآن بإمكاننا أن نقوم بإنشاء حساب الأدسنس بشكل سهل جدا وبدون أي مشاكل. نبدأ بالخطوة الثانية وهي إنشاء حساب أدموب، فقط بالضغط على محرك البحث في هذا المكان، ونقوم بكتابة أدموب باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، ثم نقوم بالضغط على البحث، ثم تظهر معي مجموعة من المواقع. سوف نقوم بالضغط على الموقع الأول أو الذهاب إلى هذا الموقع، بإمكانك أن تختار أي موقع. الآن سوف أقوم بالضغط على هذا الموقع، نقوم بالذهاب إلى ثلاث أشرطة في أعلى الشاشة. ركزوا معي أحبابي في الله حتى تتمكنون من إنشاء حساب الأدسنس بشكل سهل جدا. نبدأ بالخطوة الثانية وهي إنشاء حساب أدموب. نقوم بالذهاب ثلاث أشرطة في أعلى الشاشة على اليمين، ثم الذهاب إلى تسجيل الدخول، نقوم بالضغط عليه، بعدين نكتب البريد الإلكتروني الخاص بالأدسنس، بعدين نقوم بالضغط على التالي، ثم نقوم بإدخال كلمة مرور لهذا البريد، ثم نقوم بالضغط على التالي ونقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بنا، ثم نقوم بإرسال. بعدين سوف تأتينا رسالة نصية وهي مكونة من 6 أرقام، سوف أقوم بإدخالهما في هذا المكان كما تشاهدون. هذه هي الرسالة التي فيها 6 أرقام. بعدين نقوم بالضغط على التالي، بعدين تظهر معي هذه الصفحة وهي عبارة عن اختيار البلد، ثم اختيار المنطقة الزمنية، ثم اختيار العملة. طريقة سهلة جدا، نقوم بالذهاب إلى اختيار البلد، ثم اختر البلد الخاص بك. بعدين ننتقل إلى الخيار الثاني وهو اختيار المنطقة الزمنية، نقوم بالضغط عليها، ثم تظهر مجموعة من الخيارات. فتلقائيا ظهرت معي المنطقة الخاصة ببلدي وهي المدينة عاصمة اقتصادية، سوف أقوم بالضغط عليها، وأنت سوف تظهر معك المدينة الخاصة ببلدك في هذا المكان. على سبيل المثال فسوف أقوم بالضغط على المدينة أو المنطقة الزمنية لمدينتي، سوف أقوم بالضغط عليها،
ثم نقوم بالذهاب إلى اختيار العملة الخاصة ببلدي، ثم سوف أختار العملة الخاصة ببلدي. أنت تقوم بتحديد العملة الخاصة ببلدك لكي تستلم الأرباح بالعملة الخاصة ببلدك. على سبيل المثال فسوف أقوم باختيار العملة الخاصة ببلدي وهي الدرهم المغربي. ثم نلتقي إلى الخيار الأخير في أسفل الشاشة، وهي عبارة عن موافقة على جميع الشروط والخدمات للأسنس. يجب علينا أن نوافق على جميع الشروط والخدمات والسياسات الأسنس التي وضعتها سابقا. الآن سوف نقوم بتفعيل هذا الخيار، ثم تضغط على هذه الخاصية وهي إنشاء حساب أدمود. نقوم بالضغط على هذا الخيار، ثم نقوم بتفعيل هذه الخيارات. نعم. بعدين نقوم بالضغط على هذه الخاصية وهي متابعة إلى أدمود. نقوم بالضغط عليه، وأخيرا قد قمنا بإنشاء حساب أدموم بشكل سهل جدا بدون أي مشاكل. عندما قمنا بإنشاء حساب أدموم سوف نقوم بالذهاب إلى إنشاء حساب الأسنس فقط في هذه الصفحة. كل ما عليك هو الذهاب إلى زرارة أشرطة في على الشاشة على اليمين، نقوم بالضغط عليها، ثم النزول إلى الدفعات في هذا المكان، نقوم بالضغط عليه. بعدين تظهر معنا هذه الأيقونة وهي إعداد الدفعات، لاحظوا معي، ثم نقوم بالضغط على إعداد الدفعات. ثم تظهر مع هذه الصفحة وهي مجموعة من المعلومات التي سوف أقوم بملئها في هذا المكان. ملاحظة هامة، إذا تعدت عليك هذه الصفحة بالظهور في هذا المكان أو استغرقت مدة طويلة بعدم ظهور هذه الصفحة، فأنصحك بعمل صفحة أخرى فقط بالذهاب إلى هذا المكان، ثم الضغط على زائد، ثم نقوم بالذهاب إلى محرك البحث ونكتب أسنس باللغة العربية أو باللغة الأجنبية بأي لغة أنت تريدها. نقوم بالبحث، ثم تظهر معي الموقع فقط بالذهاب إلى هذا الموقع الأول أو الذهاب إلى هذا الموقع كما تشاهدون في الصورة. بعدين سوف أقوم بالضغط على تسجيل الدخول لهذا الموقع، ثم تظهر معي القناة وهي عبارة عن بدء، ثم نقوم بالضغط على بدء حتى نتمكن من إجراء المعلومات الخاصة بنا في هذه الصفحة. ثم تظهر معنا بهذا الشكل كما في الصفحة التي شاهدناها في قبل. الآن سوف نبقى في هذه الصفحة الثانية وهي تظهر بشكل واضح بدون الذهاب إلى الصفحة الأولى التي كنا فيها من قبل. سوف نبقى مع هذه الصفحة وهي نفس الصفحة التي جاءنا، إنما الفرق بين هذه الصفحة والصفحة الأخرى هي الصفحة تظهر بشكل واضح جدا، سوف نقوم بشرحها لكم باختصار وبشكل جيد جدا. الآن سوف نبدأ بالخيار الأول وهو نوع الحساب، طبعا سوف يكون فردي لأنه ليس باسم الشركة، سوف نتركه كما هو في الصورة فردي. نلتقي إلى الخيار الثاني وهو الاسم والعنوان. بالنسبة للاسم كما تشاهدون ظهر معي باسم البريد الإلكتروني الذي قمنا بإنشائه سابقا. الآن كل ما عليك هو إحضار البطاقة الوطنية أو البطاقة الهوية أو بطاقة التعليم، سميها كما شئت. يجب عليك أن تقوم بإحضار هذه البطاقة وقم بملء نفس المعلومات الموجودة في البطاقة، قم بملئها في هذه الأماكن الاسم وكذلك العنوان. هناك البعض يقوم بملء هذه المعلومات بشكل خاطئ وهذا هو السبب عدم استلام البين كود، لهذا يجب عليكم أن تقوموا بملء هذه القناه بنفس المعلومات الموجودة في البطاقة الوطنية الخاصة بكم. مثلا عندكم الاسم بالأحرف الكبيرة، فعليكم أن تقوموا بكتابة نفس الاسم الموجود في بطاقتكم الوطنية في هذا المكان، وكذلك العنوان إذا كان مكتوبا في البطاقة الوطنية بالأحرف الكبيرة، قم بكتابة عنوان نفسه في هذا المكان بالأحرف الكبيرة وباللغة الأجنبية ليس باللغة العربية، لأن تسعون بأن يستعملون اللغة الأجنبية حتى يتمكنون من استلام البين كود الخاص بهم. لهذا أنصحكم استعمال اللغة الأجنبية بالأحرف الكبيرة الموجودة في بطاقتكم الوطنية. ملاحظة هامة، لمن أراد إنشاء حساب الأسنس يجب أن يكون السن هو أكثر من 18 سنة، أقل من 18 سنة لا يمكنك أن تقوم بإنشاء حساب الأسنس في هذا المكان. أما إذا كنتم أقل من 18 سنة بإمكانكم إحضار بطاقة الهوية لأحد أفراد عائلتك مثل أخيك أو أمك أو أبيك، المهم أن يكون أحد أفراد عائلتك أكثر من 18 سنة حتى تتمكنون من إنشاء حساب الأسنس الخاص بكم. الآن سوف أقوم بكتابة الاسم الشخصي والاسم العائلي بالأحرف الكبيرة كما هما موجودان في البطاقة التعريف الوطنية. العنوان، بالنسبة للعنوان يجب عليك أن تقوم بإضافة نفس العنوان الموجود في البطاقة الوطنية أو بطاقة التعريف أو بطاقة الهوية الخاصة بك، كذلك باللغة الأجنبية نفس المعلومات الموجودة عندك في البطاقة الوطنية. بإمكانك إضافة العنوان الثاني في هذا المكان، هذا إن كنت قد قمت بالترحال من مكان إلى مكان آخر، فأنصحك بإضافة العنوان الثاني في هذا المكان أو إضافة رقم الهاتف الخاص بك حتى تتمكن من استلام البين كود الخاص بك.
لهذا أنصحك بإضافة العنوان الثاني في هذا المكان أو إضافة رقم الهاتف الخاص بك حتى تتمكن من استلام البين كود الخاص بك، وهذه مجربة وقد قمت بتجربتها في البين كود الأول. وكذلك البلد الإقامة، يعني يجب عليكم أن تقوموا بإضافة البلد الإقامة. هذا إن كنت تريد أن تقوم بإضافة العنوان الثاني يجب عليك أن تقوم بإضافة بهذا الشكل كما هو موضح في الصورة حتى تتمكنون من استلام البين كود الخاص بكم. والآن نرتقل إلى الخيار الآخر وهو الرمز البريدي. هناك طريقة سهلة جدا للحصول على الرمز البريد الإلكتروني بدون حاجة إلى الذهاب إلى مركز البريد الإلكتروني، ثم يستغرق معك الوقت طويلا. بإمكانك أن تقوم بفتح صفحة أخرى من موقع جوجل كروم، ثم قوم بالذهاب إلى محرك البحث واكتب رمز البريد الإلكتروني لمدينتك الحالية. نقوم بالذهاب إلى هذا الخيار، ثم نقوم بعمل زائد وعمل صفحة أخرى، ونقوم بكتابة رمز البريد، ثم حدد المدينة التي أنت تقطن فيها. فمثلا سوف نقوم بكتابة مدينة طنجة، نقوم بالبحث، ثم تظهر معي الرموز البريد الإلكتروني في المدينة التي أقطن فيها. فإذا كنت مثلا تسكن في المدينة الدار البيضاء، لاحظوا معي، أو مدينة بس، طريقة سهلة جدا بدون حاجة إلى الذهاب إلى مركز البريد الإلكتروني، فقط بعمل هذه الطريقة في محرك البحث جوجل، ثم سوف تعرف البريد الإلكتروني الخاص بالمدينة التي تقطن فيها أنت. فمثلا أنا أسكن في مصر، سوف أكتب القاهرة، ثم لاحظوا معي، أو مثلا أسكن في الإسكندرية، ثم شاهدوا معي. يعني طريقة سهلة جدا بدون حاجة إلى الذهاب إلى مركز البريد الإلكتروني، فقط عمل هذه الطريقة، ثم سوف تظهر معكم مجموعة من البريد الإلكتروني، وأنتم اختر البريد القريب من داخل المدينة التي تقطنون فيها أنتم. سوف أقوم بالبحث عن البريد الإلكتروني الخاص بالمدينة التي أقطن فيها في المغرب، ثم يظهر معي الرمز البريد الإلكتروني الخاص بالمدينة التي أقطن فيها حاليا. الآن سوف أقوم بالذهاب إلى الصفحة التي كنا فيها من قبل، ونقوم بإضافة رمز البريد الإلكتروني الخاص بمدينتي. بعدين قم بإضافة المدينة الخاصة بك، ثم ننتقل إلى رقم الهاتف، فهذا يبقى اختياري. وصلنا إلى الخيار الأخير وهو إرسال. قبل أن تضغطوا على هذا الخيار يجب عليكم أن تتأكدوا من جميع المعلومات التي قمتم بإدخالها في هذه الأماكن، ثم الاسم الشخصي واسم العائلة وكذلك العنوان الخاص الموجود في بطاقتكم الشخصية. يجب عليكم أن تتأكدوا من صحة هذه المعلومات قبل أن تضغطوا على إرسال، لأن هناك البعض تم رفض حساب الأساس الخاص بهم بسبب المعلومات الغير صحيحة وكذلك بسبب الاسم غير صحيح أو بالأحرف الصغيرة. لهذا يجب عليكم أن تتأكدوا من جميع المعلومات سيتم قبول الحساب الأساس الخاص بكم. خذ وقتك الكافي لمراجعة هذه المعلومات قبل أن تضغط على إرسال. بالنسبة لهذه المعلومات التي قمتم بإدخالها في هذه الصفحة فهي ليست معلومات الخاصة بي، إنما فقط لكي أريكم كيف يملء الصفحة بشكل صحيح. أما الآن سوف أقوم بملء المعلومات الخاصة بي بشكل صحيح، ثم أعود إليكم بعد قليل. بعد أن قمنا بملء هذه المعلومات سوف نقوم بالضغط على إرسال، والآن مباشرة تم إرسال طلب انضمام إلى جوجل أدسنس. الآن جوجل أدسنس سوف يقوم بمراجعة هذه المعلومات التي قمنا بإرسالها في هذا المكان. بعد مرور يوم أو يومين سوف تأتينا رسالة نصية على جيميل الحساب الأدسنس الخاص بنا، والرسالة هي أن تم قبول الحساب الأدسنس الخاص بكم أو تم رفضه. الرسالة هي على هذا الشكل. فبعد مرور يوم جاءتنا الرسالة من جوجل أدموم في الجيميل، نقوم بالضغط عليه، ثم تظهر معنا الرسالة على هذا الشكل وهي أخبار سارة حسابك أصبح معتمد الآن. نقوم بالضغط على هذه الرسالة، ثم تظهر معنا بهذا الشكل، يعني أن الحساب قد تم قبوله بنجاح. لهذا يجب عليكم أن تتأكدوا من جميع المعلومات الخاصة بكم قبل أن تقوم بالضغط على إرسال حتى تتمكنون من قبول هذه المعلومات على جوجل أدموم. أما إذا تم رفض حسابكم الأصل في المرجع فسوف تظهر معكم الأيقونة الحمراء في هذا المكان. السؤال الذي طرحه حول هذا الحساب، هل يمكنني أن أقوم بربط هذا الحساب على قناتي؟ والجواب هو كلا، يجب عليك أن تنتظر حوالي يوم أو يومين حتى يتم قبول حسابكم الأساس في المراجعة. فإذا تم قبول هذا الحساب بإمكانكم أن تقوم بربطه. هناك عديد من الناس ارتكبوا أكبر خطأ وأنهم قاموا بربط هذا الحساب الأساس على قناتهم ولكن بدون أن ينتظروا الرسالة التي تأتيهم في الحساب البريد الإلكتروني الخاص بالأساس، وهي أن تم قبول هذا الحساب أم تم رفضه. لأن هناك عديد من الناس قاموا بربط حساب الأساس على قناتهم بدون أن ينتظروا الرسالة فيها تم قبول أو فيها تم ربط هذا الحساب.
لهذا يجب عليكم أن تنتظروا حوالي يوم أو يومين أو 3 أيام حتى يتم قبول حسابكم الصرف في المراجعة. بعدئذ بإمكانكم أن تقوم بربط هذا الحساب على قناتكم بكل سهولة. أتمنى أن تكون هذه الفكرة واضحة. في الدرس المقبل إن شاء الله سوف أريكم كيفية ربط حساب الصرف على قناتكم خطوة بخطوة. تلقوا الجزء الثاني إن شاء الله قريبا. وفي الختام نتمنى أن نكون قد استفدنا من هذه الحلقة، ونتمنى أن لا تبخلوا علينا الزر والإعجاب والاشتراك في القناة لكي يصلكم إن شاء الله كل جديد، وإلى موضوع آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.